كما يعقد اليوم مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما من مدينة العالمين الجديدة تزامنا مع فعاليات مهرجان العالمين. وللمزيد من التفاصيل حول آخر مستجدات الفعاليات ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري محمد الخطيب. محمد مرحبا بك، يعني تطلعنا على أهم ما تم الإعلان عنه في المؤتمر الصحفي لمهرجان القاهرة للدراما، متى سيعقد وتفاصيل المهرجان؟ نعم يعني زملائي في الاستوديو بعد التحية، بالفعل نتواجد معكم الآن من داخل نورث سكوير مول، هذا المكان الذي سوف يعقد به بعد قليل المؤتمر الصحفي التمهيدي الخاص لمهرجان القاهرة للدراما. هذا المهرجان الذي يأتي تحت شعار 60 عام من الدراما، هنناقش فيه العديد من القضايا الخاصة بالدراما المصرية برئاسة طبعا الفنان الكبير الدكتور يحيى الفخراني ونقيب الفنانين دكتور أشرف زكي والعديد من الفنانين الذين سوف يحضرون هذا المهرجان الذي سوف يبدأ بعد قليل من الآن. أيضا سوف يتم الإعلان خلال المهرجان على العديد من التفاصيل الخاصة بتكريم رموز العمل الدرامي في مصر والوطن العربي، كل هذه التفاصيل سوف يعلن عنها الدكتور يحيى الفخراني في وقائع المؤتمر الصحفي الذي سوف يعقد يعني بعد دقائق من الآن. ولكن يعني على مدار الأسبوع هناك العديد من الفعاليات، سواء كانت الفعاليات الثقافية، الفعاليات الفنية، الفعاليات الرياضية المستمرة والتي أعطت زخما كبيرا لمدينة العالمين الجديدة. مدينة العالمين الجديدة أصبحت الآن قبلة كبيرة للسائحين، سواء كانت من السائحين داخل مصر أو خارجها. أيضا على مدار الأسبوع لدينا العديد من الفعاليات الرياضية التي سوف تقام، منها طبعا بطولة الجودو والفولي بول، ويختتم هذا الأسبوع بحفلتين كبيرتين لي يعني يوم الخميس بإذن الله سوف تكون حفلة للفنان حكيم، ويوم الجمعة حفلة للفنانة أنغام. يمكن كل هذه الفعاليات سواء كانت الرياضية أو الحفلات الفنية أو السهرات أو الأمسيات، ويأتي معها أيضا مهرجان القاهرة للدراما، هذه كل هذه الفعاليات أعطت يعني زخما يعني فنيا وثقافيا كبيرا لمدينة العالمين الجديدة. يمكن الآن يعني تتابعين خلفي، هذا هو المكان الذي سوف يعقد فيه المؤتمر بعد قليل، تم الانتهاء من بالفعل من كافة التجهيزات الخاصة بالمؤتمر، يعني لأنه يعتبر واحد من أهم المؤتمرات الموجودة داخل. نعم. سؤالي لك يا محمد عن تأثير هذه الفعاليات الثقافية والفنية والرياضية بالإضافة إلى مهرجان الدراما الذي سوف يعقد بشكل استثنائي هذا العام بالتزامن مع مهرجان العالمين، تأثير كل هذه الفعاليات على الحضور وعلى نسبة الإشغال والمصطفين في مدينة العالمين الجديدة؟ إذا تحدثنا عن نسب الإشغال في مدينة العالمين الجديدة، فإذا يعني كان لنا العديد من اللقاءات من داخل غرفة السياحة في مدينة العالمين، وأكدوا أن نسبة الإشغال في الأيام الأسبوع العادية وصلت إلى 80%، أما في أيام العطلات يعني الخميس والجمعة والسبت يعني تجاوزت 100%. مهرجان العالمين أعطى زخما سياحيا كبيرا وأنا عشان السياحة بشكل كبير داخل مدينة العالمين في جميع المنشآت السياحية. إذا تحدثنا عن هذا التنوع الكبير في الفعاليات الثقافية، الفعاليات الفنية، الفعاليات الرياضية، يعني أعطى لمدينة العالمين يعني رونقا وأعطاها طبعا طابعا كبيرا، بأن مدينة العالمين ليس فقط هي مدينة ليس مدينة سياحية فقط للسياحة، وإنما هي مدينة تستقبل العديد من الفعاليات الكبيرة والمتنوعة، رياضية، ثقافية، فنية، سياحية. كل هذه الفعاليات أصبحت لمدينة العالمين الجديدة هي بوابة العبور لأن تكون واحدة من أفضل الواجهات السياحية الموجودة ليس فقط في مصر ولكن على مستوى العالم. أيضا هناك تنوع كبير وجنسيات عديدة أتت إلى مدينة العالمين الجديدة للاستمتاع وحضور جميع الفعاليات لمهرجان العالمين. نعم، هذا المهرجان أيضا يعني أصبغ مدينة العالمين بالعديد من الصبغات السياحية والثقافية والفنية لتكون واحدة من
الأماكن السياحية التي يأتي إليها السائحون. بالفعل محمد، إن فعاليات تعطي طابعا خاصا لهذه المدينة، طابعا ثقافيا وسياحيا وترفيهيا. نتواصل معك خلال الخدمات يعني اللاحقة في نشراتنا لمعرفة تفاصيل المؤتمر الصحفي لمهرجان القاهرة للدراما. أشكرك جزيل الشكر، مراسل التلفزيون المصري محمد الخطيب.